سو عليها مسكينه انا صح النصيحه وحديتي دو شويه شعري لا مش انا ما نديرهاش ولكن انا ما كنتش عارفه غادي نبدلو لها الحكمه عندي الحكمه اي حكمه بغيتو ما غنبدلوكش علاش انا قلت لكم خلوني نهضر خلوني نهضر خلوني نهضر دابا حنا اللي كنحكموا كل واحد نحكموا على حكمه ما درتش انا نفس الحكمه حليمه حليمه صوتيا حكمي عليا نمشي فيكم حكموا على اللي بغيتو غدا ندير لكم اللايف بثلاثه غدا ندير اللايف على قبلكم بثلاثه انت سمعوا ما شنو قالت لكم الناس وما راها مريضه انت ما انا كنت بغيتي انا مريضه عليا السيستيماتيك ولا الكونسول السيرا جامي نسيمة نسيمة غتاكل البيض نسيمة تاكل البيض ها انت نديرو لها خيلوطة تاكل نسيمة خفنا الضرب انا نقول لكم اي حاجة عندكم نسيمة ديرو اللي بغيتو نسيمة قال لك عبد الرحيم خويا شربي المازوط عبدي لا خويا الزين وناس ميلانو ساندرا 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 ونون محمد ريدا خويا شنو دير مع نسيم واش نازل من الثلاجه قالوا لي البيض مع الزبالة نسيم البيض والزهر البيض والزهر انا غندير عكا غندير عكا البيض مع الزهر عزتي المسخوطه دروك يتقلب هذاك الدور اللي كنت حاطه تما كنا قلت لك ولا سكتي كتغندور لي مع الشرجم شوف كتغندفش كتغنشوف الفاصه اليوم على المباشر انا ما غنخيب هبل شوفي سمعي حطي التليفون وحطي حوايجك بعد هزي التليفون يا سيما عندك البايت جبتي البايت مرجع لها الزقريب كامل شحال بغيتي ماشي مشكل أربعة البيضات طولي على أربعة مصابي مسرومة بما كان يجمع شي تحت كيف تختار شي حاجة هي تقطعات خمسة أيام خرجة ديال البوش الحال جوج حال جوج بيضات جوج بيضات شوفوا الملحة الزهر الملحة الزهر الملحة وشوية الزهر وشوية مايوني يانا قالك ديرها المحية في الثلاجة الله يا قلت لك الحق اخويا واش هادي محية ويلي قرا مزيان ما ورد ما تسوقيش اسنازي على نيتكم ترزاقون ما تسوقيش شتي تحكي عن مين بالقراعي في الماكين ها يوريني ذوك القراعي عندها كل شيء في القراعي راه حطيها شوفي سيري شوية الحار هزي هزي شوية الحار شوية المايونيز شوية المحار هذا شوية الكوكيتير والخل والخل والله ما درنا الفنوس هي صغيرة مريضة ما قدرتش تدوش الخل الخل احنا غنديروا لها خلطه هي غتشربها كاع الدراري كلشي دير بارطاج الدراري كلشي دير بارطاج الدراري بارطاجيو بارطاج لا لا خل كل واحد يبارطاجي جوج الناس كل واحد يبارطاجي جوج الناس ما عنديش الخل ما عنديش الخل حيت ما كنحتاجوش شنو اخر الكوفيتير هذاك عندك واو دي الكوفيتير اها غنحلي لها الوصفه شويه الزبده كده هزيتي مايونيز والموطاج ياك الحار نسيتي ياك صافي سيري خلطي لك ورشي صافي شويه الحليب صافي يلاه يلاه غير خلطه انت كي درتي لها التدويشه وانت قد 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 الدراري هو راه كندوش في الصباح اصاحبتي راني نقيت شللت من داك الشيء وحكيت هو صافي يا ربي طيح الفوطه كيقول المزابي دابا في خاطر لا 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 المزابي ما يقولش يلاه اوكي
الخلق اللي انا عندي شوف دوري ثلاثة هاكك يلا انت كفوك سيد التليفون بيبدو بريد الاخرى حلي واخوي هذه هذه هي قدامك هي 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 قدامك هاكك هاكك ديري الحليب هذيك كي غتستقبلينا هذيك حلبة غتصيبي الحرشة على الحليب ديري الحليب حلبة غتصيبي الحرشة ديري الحليب مهم البنات هاد الكيكة اللي غادي نصاوبو دابا بركة من الحليب غندير فيها جوج بيضات انا غندير هكا حتى البيها ويجي غندير فيها نص كاس ديال الحليب غادي نخلطو دابا داك الخليط انا سيما تخليط الخليط الله يعطيك الصحة كيقولو الصحة حليمة بصحة التدويشة الله يعطيكم الصحة الله يعطيكم الصحة القرفة 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 قالو لك القرفة تخليط وصا ما عندهاش صحيح خويا هشام انا بغيت والان بعد 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 التخليط ديري لي حليب الله يعطيك الشلاقه من شعره كنقولوا طعنا طعنا صحتي طعنا طعنا سميره خاصني نسكر خاصني نقرا معكم لي كومونتير كاكاو بغيتي تصوري على السوبر مارشي في الدار والله ما عندي كاكاو والان نقوم بوضع مايونيز الله يعطيك الصبر مايونيز حلا كتصيب بيشاميل ولا كتخلط لي كريب القزبور نقوم بتخمير مايونيز والتخليط مع التحريك مع الخميره مع التحريك نسيم الله يعطيك الصحه حالي مازال بارطاج الدراري كلشي بارطاج كلشي والان قطرات من المطر نسيمه مطر مناش المطار الله يعطيك الصحه شنو عندك في الماكين ولا الكيتشاب واحد وحده سميتها غزاله كتجبد هذاك الشيء ديال العروبيه السمن المسن السمن كاع كاين في كاع ما كاين مع التحريك الكوزه الكوزه قالوا لك الكوزه الكوزه ما عندهاش السكر خميره كوفيتير والان بعد التحريك نقوم بوضع الكوفيتير الله يعطيك السر الكوم فيتير قالك واحد ناري حقد هادي هما دميك والله ما كنرجع خويا شوفي نقوم بوضع الكوفيتير في التحلية كاش مبروكية دابا ونقوم بوضع الكوفيتير باش شفنا والو زامبي بلوكيت نعم بلوكيت هبطني وطلعني هبطني وطلعني خاصني نحضر ها هبطني وطلعني بالسيف نقوم بالتخليط 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 طبي كتشوفيني ها نشوف هاكوك عرفتي هاد الوصفة فاش غتاكلي تقدري ديري 120 طراكسيون عشان الوصفة إلا صبحت غدا ما خداماش غندعي فيكم الله أنا شي مشكل غنطلع لك شي مشكل غنطلع لك شنو آخر؟ صافي كتبان لي حليمة مبروكية تما لا هو غيطلع شي زوين والله البنات قالت لك واحد السويد الزيت العود ملك ميشا والان سنقوم بالزيت العود في الاخير باش تدوز ليها مدهون هذيك الوصفه تدوز كتجري كتزلق بالزيت العود ها فق بركه ودرنا معنا ثلاث ملاعق من الزيت العود شنو ندير قومي بالتحريك خاصني نحضر انا لكل شيء المراحل عاد باش نهبط وداس كدير لي بحال هكا غادي بحال بس على هنا هنا حاطه التليفون هذا كنبان شي ليا هنا دابا كتبان دابا كتبان الاخت نسيمه واش عندك شي حق ديال الطون عندي شوك ديال السراج لا هاي خويا ياسين سمامه حتى السراج مزيان هو كيقضي ياسين كتشوفو انا صافي من هنا محمد راه كيعطيك
الزاوي قال لك محمد رضا واش باقى الحكمه ديال الملك باقى باقى حكمتي الدارات تسناو طرحه الزاوي وما دير اللايف وطلعنا ودعوا لنا غادي نعاودوا غادي تلقاها معايا انا وناس شوفي شوفي شيبي شي حاجه باش ديروا التحدي بثلاثه كنت بغيت ندير التحدي بثلاثة عطوني الكلمة ندير اللايف انا ما عنديش مشكل ما عنديش جراند المشكل بغيت تعاودوا عطوني غير الكلمة نسيمة كي رجعت ديروا 10 ل 11 نديروا 11 جيب واحد المغرفة الله يعطيك السر وجلسي تقابلي معانا نجيب واحد المغرفة نبغيك تسبلني انا داك الشيء اللي صافي بغيت تعاقبني خلي مدريفة وبلا شكرا حافظ صحة حلالك صحة حلالك هذا العرب قال لها حالي مدويش كيف زيانيتي او مالك شوف تحا في النفس عشان يكون عندك ثقة عليمة مش معانا عليمة 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 سكتي سكتي خندوي الوصفة اللي عطيتك يقول لي زيجناتك ما تكذبي لا البنات شوفي انا اي وصفه كنديرها عند المزابي كتصدق ليا مزابي وصفه كنقول شوفوا البنات اللي مخبي مزيان طلع معايا بحال داخله بحال داخله العياده التجميل عند صوفيا تالوني كندخل خايبه كنطلع خايبه كنزل زوينه اللي بغات تبان هاكو كنت كدي معانا هادي كدي دابا انا بغيت نعرف واحد الحاجه بغيت نعرف دابا داك الشيء درتو لي محمي ومالي بغيت كنتقرع متفهمه حليمه حيت شتيني شنو غادي ناكل داكشي علاش حسيتي بيا من دابا بديتي كتقرعي في بلاصتي نسيمه نسيمه من بعد بغيت نسولك على واحد اللعيبه تريبي واخا يا مبغاش يلا هات لا هي بغات تسكت ما بغاش تسكت يلا تقابلي معانا بغا نشوفك كنت شاده السليفه في يدك ها انا تدوزي بالعصير نعد اجي نقول لك ما عندكش شي عصير دوزي لي هاني ما نقول لك شكرا حافظ المهم تكون بنت بلادي الزينة رضوان والتوجد حنا كل شيء حنا كل شيء زوينات انا ما بالعكس انا كتعجبني ملك ونسيمة انا من ناس بلادي عقلتي كنت كتبتها لكم تلفون خويا صدري مغطي انا صدري مغطي خاص كنت كتبت لكم فاش طاقيتكم فواحد ستوري في عيد ميلاد ريتا شنو كتبتها لكم تحياتي لبنات بلادي فين ما كانوا يصير الله ينعم قولا قويت بو بلينا طبابين هادي الطبيب ما تقراش كومونتير ما تقراش كومونتير ولا على الطبيب ديال ملاك فاش جات ملاك فاش جات ملاك قالت لك جاوني هادوك الطبابين طوال فين جات فين جات فين جات مش هتجيب بك سافر بالعافية لا يا درهية دراري كنت كدير البارتاج ضرب الف عاد باش دير تاكل اللي درت اختار من نسيمة والله الف عاد دير تاكل بحال حليمة الحكمة ديال حليمة كنت كدير البارتاج الدراري كلشي بارطاجي كلشي البارطاج ضرب الف باش تاكل الاكله الوصفه يلا جلسي يلا بلاش كلشي بارطاجي على تاكل التحدي التحدي يلا كلشي بارطاجي كلشي خاصك تكوني جالسه باش داكشي تكونسونطري معاه بنتي ليا مخنوعه معاك لا جلسي كلشي في الكوزينه قال لك ايوا بالله معاك انا يلا سيري على الله نسيمة الأخت مالك عليها حكم مثل الأخ الحرام عليك كولي والله لمزيان كولي أجي جي جي احنا باش عرفنا داكشي اللي خواتش في القرعة هو داكشي اللي خلقها لا ما خواتش في القرعة داك عارف ما خويت شي حاجة هذاك عارف إلا وإنا إليه راجعون كانت ضريفة مسكينة محمد رضا دابا مزيان اختي حليمه لا غتاكل من الزلافه الله يحفظك امين يا ربي شكرا شفتي كيهبط هادشي كون اكولي بالي بنين والله الا بنين زوين كوكليتي هالمزابي
انا كون جا في يوم تسنى في عينيا مغمضي يلا بسم الله. شاهدي شاهدي قبل شاهدي. لا لا بدي شاف من ذاك سمع لك مالك بارك على بارك لنا جاك في الماضة جاك في الماضة مالك لاخو كيدوز بأتاي لاخو كيدوز كيدوز بأتاي من البراد كيدير ما سيما ضمنت عاصر انا معاونك والله انا معاونك انا سيما حاسبك شوفي شوفي المزابي شوفي المزابي لا يا كم عاونة معاونة كالزعمة احنا غنبقاو نديرو انا وياك ناس مشات وخلاتنا لا يا اختي شوفي شوفي كلشي البركة في راسكم نسيمة كانت مرا مزيتنا كانت رياضة كانت كتجمع معانا لا لا باقا عليك عادي لا بركة نسيمة 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 بركة عليك بركة سير انا سي حليمه واش طبقتي على ديك الكم سوقتي شو مالك شريره العصر 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 جهاز بدل وجهاز بدل شوف او جهاز تقلب كانت عندها غير ثلاثه وحده شرباتها شربي العصير الله يرحمها الله يرحمها قالوا لي إنا لله وإنا إليه راجعون كانت نسيمة درية درويشة نسيمة نسيمة ونعرف تحكي أنا ويحنا لك مش نديرو لها يا نسيمة وش نسيمة نسيمة ما حطي لا نسيمة من عيب وشكرا نسيمة تبقى شيئا مسافرة والمسخوطة وانت ما بالنادي وسكتوا نسيمة صدمات ولا سيمة صدمات وغدا مني غد جل طواليت غد حطي الكشكوشة نسيمة شو قال لك مسكينة العام اللي فات صامت معانا قالت لك كوكو راه كان فيها الجوع حتى هي شبع الضرب كانت معش بلا عشاء سمع سمع دابا غندير واحد سكرين جماعي ونقطع اللايف شات حيات الكومنتير انا حيات الكومنتير سيرو دراري دونا ديروا لنا سكرين دراري تطنقونا في ستوري مزابي عرفتك بادي لا ديروا لي ما ديروا لي ما عيطوا عيطوا صوني صوني يا نسيمة صوني عليا نسيمة توصلت صوت بعيد